إيران تتخلى عن محورها مع اقتراب ساعة الصفر، وحذرها يزداد من مغبة الانزلاق إلى حرب مفتوحة راح توفر المبرر الكافي لضرب مشروعها النووي. فكيف برهن العدوان على جنوب لبنان براغماتية حائك السجاد الإيراني؟ خلوكم ويانا. تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت حقيقة مفادها أن إيران أذكى من أن تقع في شباك الفخ اللي نصب نتنياهو لجرها إلى الحرب المفتوحة. وهذا ما قال بزشكيان صراحة، بل أكد أن حلفاء إيران لا يتلقون الأوامر منها ويتخذون قراراتهم وفق تقديرات الدفاع عن أنفسهم. الأمر اللي فهم بأنه رسالة إلى الغرب بأن إيران لا تقف خلف التصعيد الحالي وتخلي مسؤوليتها عن أي خطوات غير محسوبة. بنفس الوقت أعرب بزشكيان عن استعداد إيران لحل الخلافات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي. هذه التصريحات انعكست سلبا على جبهة لبنان، وحزب الله فهم الرسالة. شلون وليش؟ حزب الله اللي حذر الاحتلال الإسرائيلي مرارا من أن أي غارات جوية على معاقل في جنوب لبنان ستجابه بضربات صاروخية على تل أبيب، لكن هذا لم يحدث لغاية الآن. حزب الله لم يستخدم ترسانته الصاروخية حتى بعد اغتيال الاحتلال لمعظم قيادات البارزة، وهذا يعود إلى سببين بحسب مراقبين. الأول أن حزب الله يعي بأن التصعيد مع الاحتلال واستهدافه بصواريخ استراتيجية ربما يقود إلى اجتياح جنوب لبنان وحتى بيروت. هذا السيناريو إذا حدث فما راح يتلقى الدعم الكافي من إيران. أما السبب الثاني فإن إيران تنظر إلى حزب الله بأنه ورقة لا تريد حرقها في حال أجبرها نتنياهو على حرب لا تريد الانخراط فيها لا اليوم ولا غدا وإلى يوم يبعثون. زين شنو خلاصة كل ما يجري وشنو نتوقع خلال الأيام المقبلة؟ الخلاصة أن إيران غير مستعدة إلى الذهاب بعيدا في دعم محورها. عندما رأت أن التصعيد أخذ منحى خطير تراجعت خطوتين إلى الوراء حفاظا على مصالحها. هذا يعني أن محور المقاومة ترك وحيدا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. فهل إيران ستبقى صامدة أمام ضغوط جرها للحرب؟ وهل سيجازف محور المقاومة بتصعيد دون دعم إيراني؟ أم سيبقى على قواعد الاشتباك في ردة رغم أن الاحتلال كسر جميع القواعد؟ حياكم الله.